السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السادة الحضور، بتشرف بحضوركم. أنا دينا حسن، خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. أمل وتطلع وحلم، أمل لبناء مستقبل أفضل، تطلع للاحترافية، حلم الالتحاق بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مشروع قومي لبناء الإنسان، مشروع هدفه تدريب أجيال بمختلف الفئات العمرية والمجالات العملية في مصر ومختلف دول العالم. بدأت دراستي في الأكاديمية الوطنية للتدريب في نوفمبر 2020، من اللحظات الفارقة في حياتي مسيرة نقطة تحول على المستوى المهني والوظيفي من خلال التدريب الميداني والبرامج العلمية التي تم تصميمها باحترافية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإزاي الأكاديمية قدرت إن هي تربط ما بين البرامج العلمية والتدريب الميداني وتدريبنا في مختلف المجالات وبطرق مختلفة ومبتكرة، سواء من خلال ورش عمل متنوعة وفرق عمل جماعية. وده كان ليه تأثير كبير قوي علينا على تطوير أفكارنا وخلق رؤية جديدة للعمل بطريقة مختلفة وأكثر فعالية. اكتسبنا العديد من الخبرات والمهارات الجديدة من البرامج الدولية اللي تم تدريبنا عليها من خلال الشراكات الدولية المتنوعة للأكاديمية في مختلف المجالات. كانت تجربتي في الأكاديمية مش مجرد تدريب، ده كان تعايش إنساني. فخورة بانتمائي في الأكاديمية الوطنية للتدريب لأنها استثمرت، طورت، نمت عقول لإعداد قيادات شابة مؤهلة. عندنا المقدرة على القيادة بشكل احترافي، عندنا القدرة على التغيير، عندنا القدرة على التطوير واتخاذ القرارات لمستقبل أفضل. ده كان ملخص تجربتي، وحابة أقدم لكم زمايلي في الأكاديمية الوطنية للتدريب في البرامج مختلفة. Your Excellency, President Abdel Fattah al-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, esteemed and distinguished guests, الضيوف الكرام, السيدات والسادة. I am Hatem Amer. أنا حاتم عامر. مصري فخور وخريج للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التنفيذي. اسمي روزي كافو، أنا من نيجيريا وهي الدولة العملاقة في أفريقيا، وأنا متخرجة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وأنضم إليكم من أرض الوفرة والسخاء جنوب السودان، وأنا متخرج من البرنامج الرئاسي. ويسعد أسعدنا كثيرا أن نقف أمامكم في مدينة السلام حيث تحيط بنا العظمة في هذا النهار المشرق وبين هذه المشاعر المتحمسة. أود أن أقدم وأعرب عن الامتنان الكبير لدعمكم الذي لا ينقطع. Now, what makes this experience a once-in-a-lifetime الشيء الذي يجعل هذه التجربة لا مثيل لها هي تقريبا كل شيء، لأنها تتم بتفاني وكذلك بإيمان راسخ أننا يمكننا أن نصبح التغيير الذي نريد أن نراه في العالم. كما قال غاندي، الوقت الذي قضيناه في مصر وكذلك في الأكاديمية الوطنية للتدريب كان رائعا، ولدينا الآن إخوة وأخوات حول العالم يمكنهم أن يفهمونا أفضل ويمكنهم أن يعملوا معنا على رؤية مشتركة من أجل أفريقيا التي نريدها. الجلسة الخاصة بالذكاء الاصطناعي والقيادة نورتنا ومكنتنا من قيادة الآخرين، وكذلك فقد كانت هناك جلسات محاكاة حول إدارة النزاعات وتوزيع الموارد بين البلدان المختلفة خاصة في القارة الأفريقية. وكذلك فأنا كمهندس يمكنني أن الآن أن أدرب الناس على صنع السلام والمصالحة. فالأكاديمية الوطنية للتدريب ببساطة هي صرح تعليمي فريد، وقد حظيت بفرصة الدراسة في 6 مؤسسات تعليمية حول العالم الفرنسي والإنجليزي والأمريكي والمصري، وفي 3 جامعات مختلفة. وأنا هنا لأؤكد أنه رغم أن الأكاديمية الوطنية للتدريب عمرها
سنوات قليلة فإنها تصبح سريعا قوة لا يستهان بها. جائحة كوفيد-19 التي أحدثت كل هذا الحزن في العالم علمتنا أنه مهما كانت اختلافاتنا فإننا ننتمي إلى إنسانية واحدة رغم كل التحديات الخاصة بالجائحة التي وضعت ضغوطا على تقديم خدمات الرعاية الصحية في البلدان المختلفة. فالمتخرجون من وكالة الوطنية للتدريب في أفريقيا وفي العالم يقودون زمام الابتكار، وذلك من خلال المهارات التي اكتسبوها حول الرقمنة والتطورات المختلفة، وذلك لتخطي جائحة كوفيد-19. وكعاملة في مجال الرعاية الصحية أستفيد من الطرق الهجينة الفعلية والافتراضية، وذلك لتنفيذ مشروعات في مجتمعي المحلي لمواجهة الفيروس. وهذا لأنه من أجل التعافي من الجائحة ينبغي أن تبذل جهود قوية على كل الجبهات، وكل شيء يبدأ بنا نحن الشباب، مستقبل هذا الكوكب. لقد نمونا لنصبح عائلة واحدة أو أسرة واحدة، ومررنا بكل صعاب معا، ومررنا بمناسبات عديدة ومواليد جدد وأعياد ميلاد، وتشاركنا في كل هذه الفعاليات في الأكاديمية. هل تتذكرون كيف كانت الأيام حافلة في هذه الأكاديمية؟ دائما ما يكون الرد نبدأ اليوم بالجري في المضمار في الساعة 7، وبعد ذلك بعد ذلك نواصل اليوم ثم نكرر ذلك، لأننا نمتلئ بالإندورفينات، وكذلك نعلم أنه يمكننا أن نحقق شيئا معا يغير بلداننا ومجتمعاتنا، ومن خلال ذلك نلعب دورا في تغيير البشرية. ولم يكن الأمر مقتصرا على العمل الجدي، ولكننا كنا نحظى ببعض المرح. سافرنا معا، حضرنا مسرحيات وحفلات، زرنا الأوبرا، وكذلك ذهبنا إلى الجبال وتناولنا الطعام والتقطنا صورا رائعة، صورا للإخوة وللأخوات، وصورا ستبقى معنا ما دمنا أحياء. لنعود مثلا إلى الأمور الجدية الآن. حاتم، هل أخبرتنا كيف كنا نعمل؟ دائما كنا متواصلين، وكانت هناك اختبارات قصيرة على الإنترنت وفعلية، وكنا ننفذ كل بعض الأنشطة عمليا حول مسائل حقيقية تواجه مجتمعاتنا، وذلك من خلال جلسات تدريبية متعددة. وخلال هذه الرحلة أرسلنا إلى الحق إلى الميدان، لذلك لننفذ كل ما تعلمناه. وهذه التجربة الفريدة التي حظينا بها تعلمنا كيف يمضي القادة يومهم، وكيف يسهمون في التغلب على التحديات. لقد تدربنا على يد المحافظين ونواب المحافظين، وتعلمنا كيف تعمل الحكومات المحلية، ووسعنا آفاقنا، وقمنا بالعصف الذهني، وطرحنا أفكارا مبتكرة، وفي حالات عدة هناك بعض الحلول التي نفذت من التي توصلنا إليها. لا أعلم كيف يكون تمكين الشباب أكثر من ذلك. شباب العالم، ارفعوا أيديكم معي، نقف هنا الآن ونتعهد أمام فخامتك، ونؤكد على التزامنا بتعزيز وترويج السلام والاحترام للجميع. سنعمل معا يدا بيد وبشكل شامل، وذلك لنفي بدورنا لتنفيذ رؤية بلداننا وأهداف التنمية المستدامة وأفريقيا 2063. ينبغي أن نظل متحدين، لأن هي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من التغلب على هذه الجائحة. إن تحقيق أفريقيا التي نريدها وإنهاء الجوع، التمكين والمساواة هي الوسيلة لنعود معا مرة أخرى ونستعيد كوكبنا، لنقول لأبنائنا ونحفادنا أننا قمنا بدورنا، لأننا وحدنا من نتحكم في مصيرنا.